وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوتة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف